السلام عليكم، اهلا بيكم في جديد. فيديو النهارده جولة في شقتين لعروستين مختلفتين، حابين ان هم ينزلوا شققهم وتقولوا رأيكم فيها. اول عروسة كده، اول بنوتة صورت كده الشقة بتاعتها، بداية من اوضة النوم. تمام، ده كده شكلها. الاوضة لونها رمادي، وممكن يكون الاضاءة عاملها رمادي غامق، ممكن تكون سيلفر. تمام، رمادي في ابيض، والحيطان نفسها في اوف وايت او اللاتيه. تمام، فن اللاتيه تقريبا ده درجة دهان مطلوبة قوي. والستاير بتاعتها بسيطة خالص بالشكل ده، ودي الستاير اللي نازلة موضة. تمام، وما شاء الله بإذن ما شاء الله، يعني الأوضة بتاعتها واسعة جدا لدرجة ان هي حاطة سجادتين فيها ما شاء الله. نطلع بقى على الليفينج. اعتقد ان ده الليفينج، وبرضه نفس الستاير، ونفس الستاير السيمبل بنفس الطريقة، حلوة جدا ما شاء الله. ودي كده الليفينج، حط فيها ركنة على شكل حرف يو، وحتى الجبسون برضو على شكل حرف يو، برضو حلو ما شاء الله، مربع كده. وده كده برضو شكل شاشة التلفزيون، حواليها الشاشة الجبس دي، حلوة قوي. هي مشهورة بكلمة جبسن برضه، بس هي جبس، لأن كمان عاملين الأرج ده كده اسمه أرج، برضه عاملينه على شكل مكتبة، مقسمينه كده يحطوا فيه حاجات. ماشي، وهنا بقى الطابلو ده في منتهى الشياكة، بصراحة شيك جدا جدا الطابلو ده. ندخل بقى كده على أوضة الأطفال. أوضة الأطفال لونها فوشيا، الخشب نفسه لونه فوشيا في أبيض، والأوضة نفسها بينك في فوشيا، وكمان الستاير بيج في فوشيا. بصوا شكلها حلو قوي قوي، وطريقة الدهان حلوة يعني مميزة كده، غريبة مش حصلت قبل كده. وكمان الدولاب رسومات عليه مختلفة، حلوة جدا جدا ما شاء الله. التسريحة زي ما انتوا شايفينها كده، برضو عاملينها على شكل أول مكتب، على شكل تسريحة، واخد كل حاجة يعني، المراية وكمان مكتبة يحطوا فيها الكتب وكده يعني. دي كده أوضة الأطفال. هنا كده بقى البوفيه على شكل الشكل ده كده، المراية بتاعته شكلها مميز، والنيش هناك اهو. ثلاثة غرفة، كبير ما شاء الله، تقريبا ما شاء الله اللهم بارك، يعني الشقة كبيرة لدرجة ان هي في مساحات كتير حلوة يعني. ان هي كمان جايبة نيش ثلاثة غرفة ما شاء الله، بصوا حلو قوي قوي قوي. وبرده نفس لون اوضه النوم. طبعا اعتقد ان الشقة دي يعني في مش في القاهرة، لان القاهرة الشقة بتاعتهم صغيرة. اعتقد ان هي في ممكن تكون في المدن، في الأرياف ممكن، أو ممكن تكون في المحافظات. عندهم بيعملوا النيش نفس لون أوضة النوم. بصوا بقى هنا المطبخ ما شاء الله حلو قوي، وأعتقد إن هي لسه عروسة عشان الحاجات لسه مرصوصة فوق. وكمان البوتاجاز بتاعها، أنا بعشق لون الرخامة ده يا جماعة. هو على فكرة سعره متوسط، لا غالي ولا رخيص، بس حلو جدا جدا جدا، احسن من اللون الاحمر يعني. وبرده ما شاء الله اللهم بارك، المطبخ بتاعها واسع، فعاملاه مطبخ كامل لف كده، ومساحة واسعة حلوة ما شاء الله، بيطل كده على المكان اللي فيه النيش. هنا الغسالة بتاعتها توشيبا فوق اوتوماتيك، وتقريبا 10 كيلو. ندخل بقى على التواليت. ما انا قلت لكم في المحافظات اللي بيجيبوا غسالتين، لكن في القاهرة الواحدة يدوبك بتجيب غسالة، فاعتقد ان هي من المحافظات فعلا. بصوا جايبة غسالتين، وما شاء الله الوسع برضو في الشقة بيدل على انها في المحافظات، لان الشقة بتاعت المدن اسكندرية، القاهرة والاسكندرية يدوبك صغيرة جدا، فالوسع ده ما شاء الله ما شاء الله بيبقى في المحافظات بس. الدنيا هناك بتبقى حلوة. بصوا المساحة ما بين المكان اللي فيه النيش والريسبشن،
بص ده كده باب الشقة ما شاء الله، اللهم بارك. بس كده خلصنا حلوين الشقة الأولى، ندخل بقى على الشقة التانية. الشقة التانية هتعجبكم جدا، بس نقلب التليفون بقى بالطول علشان خاطر نشوف الشقة التانية، لأن هي مصوراها بالطول وإحنا مش عايزين نتعبها يعني. يلا بقى ندخل على الشقة التانية. هندخل كده من باب الشقة، نقول بسم الله. بص بقى الصالون هنا في منتهى الشياكة، منتهى الشياكة. حلو قوي قوي قوي، اللي بيحبوا الستايل الكلاسيك وفي نفس الوقت عايزين الوان المودرن هيختاروا صالون زي ده في منتهى الشياكة. بصراحة هي هنا مختارة لونه كشمير، وطبعا الكشمير مش دي بقى تقولوا على الشقة دي اسمها نيو كلاسيك، تمام كده. الشقة التانية كانت مودرن وكلها مودرن مع ان هي في المحافظة، الشقة دي بقى نيو كلاسيك، دمج الذهبي مع الكشمير مع البيج مع مع درجة البيج الفاتح اللي هو ممكن تقولوا عليه الشامبين. حلو قوي. هنا برضو الصالون ده نفس الكلام، بصوا جماله بصوا حلاوته. يعني عايزه اقول لكم ان هو قريب قوي قوي درجته من الصالون التاني، والاتنين نفس اللون، فعشان كده حبت تخلي الالوان قريبه من بعضها عشان يكونوا شكلهم تحفه مع بعضهم، لاقين مع بعض تمام كده. ودي كده مكتبه التلفزيون، وحتى كمان الشيره بتاعه الكحك والبسكوت مميزه برضو. عامله بقى الحيطه اللي ورا الشاشه عاملاها يا اما ورق حائط يا اما حجر، حيطه حجريه اعتقد ان ورق حائط، لان هي مش مقربه قوي قوي من الحيطه. ندخل هنا بقى كده ركن كده هادي، مكان يعني ما بين المطبخ والريسبشن بره، حاطين فيه كرسيين وسجاده حلوه قوي. ندخل بقى للتواليت، بصراحه في منتهى الشيكه، جميل جدا جدا ما شاء الله، حلو قوي. ندخل بقى في المطبخ، بصوا اللون الذهبي الذهبي الهادي ده جميل جدا ما شاء الله، وربنا برضو وفقها في الغسالة تكون نفس لون المطبخ. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الغسالة فوق اوتوماتيك على فكرة، واعتقد ان هي كمان توشيبا اعتقد يعني والله اعلم. ده كده التربو شكله برضو مميز وحلو ما شاء الله اللهم بارك، المطبخ بتاعها مميز وجميل. ندخل بقى هنا على غرفة النوم، بس بقى ما شاء الله غرفة النوم بتاعتها جميلة، لونها هادي جدا، لونها جميل اوي اوي. طبعا الإضاءة صفراء، فانا مش عارفين هي لونها ابيض ولا لونها اوف وايت ولا لونها بيج فاتح، ما تعرفوش. الإضاءة مش مبينة خالص. الستاير برضو بتاعتها مميزة جدا، فيها تطريز على الحرف، ده مختلف اول مرة اشوفه في الستاير اللطيفة تبقى مطرزة على الحرف كده، بصراحة مميزة. وكمان الكمود الصغير اللي فيه تسريحة بالطول غير الكمود اللي جنب السرير برضو مميز، حلو قوي. بصوا شكله يعني 2 كمود غير الكمود اللي فيه اللي فيه مراية طويلة غير التسريحة الأساسية. بصوا التسريحة الأساسية برضو صغيرة مساحتها حلوة، وبرضو السجاد بتاعها تركي الناعم ده برضو لايق قوي قوي مع الستاير. بصوا ما شاء الله حلو قوي قوي ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لها في شقتها يا رب. ندخل بقى هنا على اوضه الاطفال، برضو الستاير لطيفه وشكلها حلو، بس هنا بقى مش مطرزه مع الحرف، وبرضو التسريحه مميزه وجميله صغيره، بحب قوي التسريحه بتكون صغيره بتكون حلوه. كمان الدولاب فيه من الدولاب اللي فات نفس اللون ما داخل معاه الكافيه او البيج، وكمان الصورة اللي هم حاطينها برضو دي حلوة قوي، والسرير برضو جميلة. بس كده يا حلوين اشوفكم فيديو جديد، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى العرايس ياخدوا منه افكار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى الفيديو ده يفيدكم بالافكار اللي فيه، اشوفكم على خير.